عقد المفوض بوزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني العقيد المهدي البرغتي اجتماعا ثلاثيا في مكتبه بالعاصمة طرابلس ظهر أمس الاثنين، ضم قائد سلاح الجو العميد بودية وقائد دفاع الجو العميد عبد الباسط جريد وقائد سلاح البحرية العميد سالم رحومة. وقال المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على موقع فيسبوك إن الاجتماع تناول مستقبل المؤسسة العسكرية والانتصارات التي تسيطرها ضد المجاميع الإرهابية في مدينة سرت ومختلف المدن، كما تناول اللقاء سبل تطوير المؤسسة العسكرية والمهام المقاضية على عاتقها. لمزيد من التفاصيل زوروا الوسط دوت الوار.